بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الماتشات اللي فيها منتخبات افريقيه ومش عربيه هنحاول ان احنا كده زي البرشام دقيقتين ثلاثه كده بسرعه ونلخص المباراه حصل فيها ايه. المنتخب الكاميرون النهارده قدم جيم مميز الشوط الاول، جيم مميز كان بيحاول ان هو يحصل على التقدم، لما حصل على التقدم قرر الشوط الثاني ان هو يعمل جيم دفاعي، خلاص ربنا رزق بضربتين جزاء وسجلناهم. في ناس كتير قوي من اللي ما اتفرجوش على الماتش يقول لك ضربتين جزاء مش ضربتين جزاء، والكاميرون بتتجامل من اولها، واللي بيحصل ده مش طبيعي، وصحصح يا قاره اللي بيحصل فينا ده غلط، هم ضربتين جزاء، الشهاده اللي ضربتين جزاء. بس عايز اقول لك حاجه، الحكم لما بيقرر يخدم صاحب الارض ما بيخدموش في ضربات جزاء وطرد والحاجات دي، يبقى في فاولات في نص الملعب كده ما بتتحسبش، بنحجم الفرقه المنافسه. يعني بوركينا فاسو مثلا بعد ما تم تسجيل فيها هدفين وحبت ان هي ترجع وتعمل جيم هجومي الشوط الثاني، لما قرروا ان هم يعملوا جيم هجومي كلموا فاولات كتير في نص الملعب ما كانتش بتتحسب. دي مثلا اللي من تحت الحزام كده تقول عليها انما ضربات جزاء وطرد وهجوم مش الكلام ده اتلغى، الكلام ده كان زمان. دلوقتي بيتم مجاملات في الحاجات الخفيفه دي اللي هي بتحجم الماتش على المنافس وبتساعد شويه صاحب الارض. ده الشهاده لله، وبالنسبه للمباراه النهارده حصل فيها كده الشهاده لله برضو. المنتخب الكاميروني اتغفل الشوط الاول، الشوط الاول عرضيه رايحه اوناينا طلع غلط، اتردد اوناينا طلع غلط برضو، جات لسنجاري والجون فاضي راح مسجلها. نسكت بقى على كده؟ لا، نعمل اسوأ حاجه ممكن تشوفها للاعيب مهاجم ان هو ياخد قرار ان هو يرجع يدافع. بيرتراند تراوري لاعب استون فيلا قرر ان هو يرجع يدافع. فجوسيا لاعب الكاميرون اللي هو الديفندر اللي كان طالع يعمل دور هجومي في الكره الثابته اللي هي كانت كورنر راح مربس بيرتراند تراوري ضربه جزاء. دخل فينسنت طباك راح مسجلها. نسكت بقى على كده؟ لا، المنتخب الكاميروني مكمل الشوط الاول نفس الهجوم. ليه بقى؟ لان احنا عارفين ان الكاميرون بتلعب على ملعبها وسط جمهورها، مفترض ان هم على الورق بيلعبوا 3-4-3-4-1-2، مفترض المنتخب الكاميروني عايز يكسب المباراه من اولها كده عشان يدي رساله ان احنا مش صحاب ارض وبننظم، بس احنا جايين ننافس على البطوله برضو. المنتخب الكاميروني قدم شوط اول مميز، في حين المنتخب البوركيني بعد ما ضربه الجزاء اتحسبت عليه الثانيه ودخل فينسنت ابو بكر حطها بكل سهوله في المرمى، بدا ان هو يحاول يرجع في الجيم، بس محاولاته بقت في الفشل. ليه؟ لان المنتخب الكاميروني كان معتمد على الهجمات المرتده واستغلال السرعات اللي موجوده عنده، وكان اعتماده كله كان على فينسنت ابو بكر وعلى ليكامبي وعلى جويت وعلى مالونجا قبل ما يتغير. هو بيلعب بالاربعه دول اللي تحت، اللي تحت الاثنين فراوده الأربعة، وبيلعب 3-1، لا 3-1-4-2، مش 3-4-1-2، لا هو بيلعب 3-1-4-2، يعني هو بيلعب بديفندر وبيلعب قدامه بأربعة وبيلعب باتنين مهاجمين. لا كونسي ساو واضح ان هو داخل بأفكار هجومية، وتشوف الأفكار دي بقى الشوط التاني، لا الفرقة كلها رجعت ورا، نرجع ورا ندافع بقى، نحاول ان احنا نستغل تقدمنا، وفعلا حصل. الشوط التاني عمل جيم دفاعي مميز جدا، جيم دفاعي تقدر تقول كده ان هو خلاص نزل المنتخب المالي بجانب الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، فاولات والحاجات السهله اللي ما بتتحسبش دي. فالمباراه كانت صعبه جدا على العوده بالنسبه للمنتخب المالي. اندريا اونانا طلع واحده حلوه، هي ممكن تكون خبطت في ركبته، بس بتتقال عليها ان هي انقاذ اسطوري يا باشا، انقاذ اسطوري من اونانا وتوفيق غير طبيعي للمنتخب الكاميروني. قدر ان هو يطلع بالثلاث نقاط النهارده علشان المنتخب الكاميروني يطلع كسبان المباراه الاولى على ملعبه وسط جمهوره وسط احتفالات لسامويل ايتو واحتفالات للرئيس بتاعهم واحتفالات للدنيا كلها في الكاميرون، وكل راضي كل مرضي. هنسكت على كل حاجه حصلت في البطوله لاجل هذه اللحظه الجميله، وهي فوز منتخب الكاميرون على ملعبه وسط جمهوره في المباراه الافتتاحيه قدام المنتخب البرتغالي.